السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إليكم هذا الخبر العاجل. الاستخبارات العسكرية تلقي القبض على إرهابي في صلاح الدين، يقوم بنقل الأرزاق والهواتف والسيم كارتات للدواعش في جبل غرة جوق بنينوى، بعملية نوعية لشعبة استخبارات الفرقة 14، تميزت بالمراقبة الدقيقة لتحركات أحد العناصر الإرهابية، والذي كان يتنقل ما بين محافظتي صلاح الدين ونينوى. وبالتعاون مع قوة من الفوج الثاني لواء المشاد 50 قيادة القوات البرية، وبعد توافر كافة الأدلة، تم إلقاء القبض عليه في منطقة كنعوص بمحافظة صلاح الدين، حيث كان الإرهابي يقوم بنقل الأرزاق والهواتف النقالة والسيم كارتات للفلول الإرهابية المتخبئة في جبل قرة جوق بنينوى، وهو أحد الإرهابيين المطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة 4 إرهاب، وقد جرى تسليمه إلى جهة الطلب.